أما هلأ وصلنا للوقت لحتى نعرف شو أخبار حظوظنا وشو مخبينا الفلكنا اليوم من نصائح وتحذيرات. على 18:45 فيكم تبعتوا مسجاتكم متضمنة اسمكم، يوم الميلاد وشهر الميلاد وسنة الميلاد لحتى تخبركم مدام نجلة كل تفاصيل حظوظكم. صباح الخير. صباحك خير يا جودي. صباح الخير يا وز. على فكرة أنا اطلعت على الرسائل ل 18:45 من بين 15 رسالة ما في ولا وحدة مواليد صحيح، فاللي باعت يرجع يبعث يوم وشهر وسنة واسم. حبيباتي انتو يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، ما زال المشتري متقدما في برج القوس، ما زال يحمي كثير من المواليد، من ضمنهم مواليد برج الأسد، مواليد برج الثور، مواليد القوس، مواليد برج الحمل، يعتبروا محميين هذا العام بتقدم المشتري. عموما عم بحكي كسنة، عطارد للمستندات للأوراق للسفر في برج الأسد في برج العقرب، إلى جانب الزهرة للحب والارتباط أيضا في برج العقرب. هلا هذا بيعني إنه مواليد برج الأسد والثور شوي لازم ينتبهوا أمورهم شوي صغيرة، القصة مو حرزانة، بس لا يمنع إنه أنا في الأيام المتعبة إنه أنا أنتبه شوي على أموري. المريخ للطاقة والحماس ما زال متقدما في برج الميزان. هون بقى تحذيراتي جدية لمولود برج الحمل والسرطان والجدي على المستوى الصحي. يعني وقت قلت على عطارد والزهرة بتمر ما في شيء متعب حقيقي، لكن لا هون القصة يعني موضوع الصحة موضوع لازم ننتبه له بشكل جدي. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل اللي بالغالب عم بيرتب أموره اليوم بشكل إيجابي وجيد. هلا يمكن لأنه عنده حركة في أبكير عم تستفيد من بعض الأمور اللي عم بتصير حواليك. أحياناً هيك أمور بتصير بالصدفة بنقدر نحن نستفيد منها، واليوم المعطيات جيدة لمولود برج الحمل. عم تحس إنه القصة العلاقة بالتقدم وليس بالتراجع إلى الخلف. عم تشرح وجهة نظرك، اجتماعات ممكن تكون جيدة، قصص ممكن تكون إيجابية. يعني بالمجمل عندك يوم حلو مولود برج الحمل. اليوم اللي متعب شوي مولود برج الثور، صار لك يومين ثلاثة مكركب، ما لك سيء، انت يعني بالمجمل بلشت الراحة تجي لعندك، يعني ما في شيء سيء سيء حقيقي أنا قصدي، بس بيجينا أيام بتكون هي للنميمة للثرثرة للأخبار شوي المانا مريحة لبعض العرقلة، بدها بقى شوية جهود، بدها بقى شوية ترتيب. اليوم من هذا القبيل مولود برج الثور، رغم أنه أنا بقول اليوم أفضل من اليومين الماضيين، بس مع ذلك لسه في جزء من تعب على الأقل للأربعة خمسة المساء. هلأ بالأربعة خمسة المساء نتيجة شيء ممكن تسمعه خلص تاخد قرار وتقول هاي القصة أنا خلص بدي إنهيها وبدي زبطها، وللحقيقة الحظوظ بتبلش تساعد. الأسبوع القادم كله يعتبر الأسبوع الأفضل بالنسبة لألك. عزيز مولود برج الجوزاء، اليوم سفر أصدقاء جدد، يعني هيك جو جميل اليوم حتى عند مولود برج الجوزاء، ليس فقط كطقس، لا هو حابب يلتقى بناس، يتعرف على ناس، يقبل دعوات. اليوم ما عم يفضي حك راسه بس بأشياء العلاقة بالرفاهية أو بدعوة أو بتسلية أو باتصال، ما بعرف كل واحد حسب وضعه، بس اليوم الأمور بالنسبة لك جيدة. عموما يعني أنا بعتبره يوم جيد لتحل بعض المشاكل بالغالب. كلام قد لا يعجبك لمولود برج السرطان، هلأ صار لك يومين ثلاثة الحقيقة مكركب. أنا بس بخاف من الأمور الصحية من كركبتك صحياً، لأنه المريخ في الميزان بيجعل مثل ما قلنا مولود برج الحمل مولود برج السرطان والجدي ما كتير مرتاحين صحياً، وممكن تكون صحة نفسية وليس جسدية، ممكن يكون لأحد المقربين وليس لك بشكل شخصي. بس الآن هلأ غالباً اليوم ممكن نقاش حاد لمولود برج السرطان، قصص العلاقة بقرار عفوي، هو للحقيقة حساسيته زايدة اليوم مولود برج السرطان، والأمور ليست بالمجمل في أفضل حالاتها، مع أنه للمساء أمورك أريح. مولود برج الأسد اليوم للنشاط الغير اعتيادي، معرفتك الحقيقة وأنت نشيط اليوم وفايق مبكير وحواليك تغييرات باتجاه الأفضل. ما بعرف إذا في عندك ورقة ممكن تستلمها وتساعدك، أو قصص العلاقة بالأعمال، أو مثل اللي عم بيشارك الأصدقاء أو العائلة بنقاشات قد تصل فيها لحلول. اليوم عم بتأثر على سلوك الآخرين وعم تساعد نفسك بأنه تقدر ترتب أمورك، والحظوظ الحقيقة مساعدة لمولود برج الأسد. مولود برج العذراء كمان بلشت الأمور تترتب وتكون أفضل، وعندك 3-4 أيام يعتبروا الأفضل للحلول. ولاحظ أنت اليوم أكثر هدوءاً وأكثر فعالية على كل حتى بالنقاش، وعم تخصص وقت لكل ما هو مهم، عم تخصص وقت أطول لكل ما هو مهم
برأيك أنت على كلين، وفي دعم بالنسبة لك قد يكون مالي وقد يكون شخصي. مولود برج الميزان يعني مكركب أو ما أنا كتير مرتاح، ولاحظ أنه ما في شيء سيء، بس بالمجمل عم تحس أنه الآخرين عم يغلطوا، وكلياتنا معرضين للخطأ لأنه نحن بشر. فيك تغفر لنا إذا بدك شوي، وفيك تعيد ترتيب علاقاتك بمن تحب، وفيك تنتبه شوي على أمورك. ما في شيء سيء إذا أنت ملاحظ، يعني بالعكس الأمور أخذت طابع إيجابي. بس أحياناً بيمر علينا يوم مثل هذا اليوم إنه أمور كثير صغيرة ممكن تكركبني لمدة ربع ساعة، برجع بهدا، ترجع الساعة اللي بعدها بتكركبني 10 دقايق وهكذا. يعني هاي الأشياء اللي بتمر، ما في شيء أساسي سيء. وصل لك يومين ثلاثة بس يمكن حاسس إنه الآخرين مو كثير مهتمين فيك أو مو كثير مبالين بمشاعرك، يعني بالغالب هذا الشيء اللي شوي مضايقه للميزان. مولود برج العقرب متضايق كمان بس من شيء آخر، اللي هو إنه الشغل كثير، نفسه يرتاح، نفسه ينام، نفسه يهدى، نفسه يروق، نفسه هيك يستقر. أنا برأيي مولود برج العقرب صار له يومين ثلاثة أربعة هيك داخل بدومين له علاقة بنسميها التشويش، أو هاي القصص اللي هيك 100,000 قصة بدماغه بده بس يقعد وينظمها ويفرفدها ويحط كل وحدة بزاوية ويرتب أموره. بس يعني أنت ملاحظ أنه ما في شيء سيء، بالعكس الأمور جيدة، بس شغلك كتير والراحة قليلة. صباح الخير لعزيزنا مولود برج القوس اللي الأمور إلها علاقة بالإيجابيات اليوم، سواء كلقاء سواء كتشكيلة متنوعة من الخيارات من القرارات، يعني في قصص إلها علاقة بالإيجابيات. عم تواصل تطوير علاقاتك ابتداء بالأمور العملية وانتهاء بالعاطفية، والأحلى أنه مولود برج القوس اليوم عم يقدر يرضي جميع الأطراف، يعني لبق لطيف دبلوماسي، عم بيعمل علاقات إيجابية وحاسس أنه مرتاح بالمجمل، وإن شاء الله دايماً. الجدي هو اللي شوي قلقان، ما له كتير بأريح حالاته، ما بعرف، حاسس أنه ما له كتير خلاق على التحمل، مع أنه اللي حواليك اللي مضايقينك عموماً واللي أنت قلقان عليهم من الواجب تحملهم. لذلك القصة أعتقد العلاقة بالقلق أكثر من أنه العلاقة بالتعب مثلاً أو الشجار. ولاحظ كم مرة بهاي الثلاث أيام المرأة عم بتقول إف إف، يعني عرفتوا هاي الحالة تبعت أنه الآن بس ما في شيء سيء. الدلو الأمور اللي قالوا جيدة اليوم، خاصة لحركة لنشاط لعلاقة لصداقة لسفرة، ممكن لقصص العلاقة ببعض المصاعب اللي قادر أنك تتخطاها. مشغول بالأمور الأسرية بالمجمل أو أمور عائلية، أشقاء، شقيقات، جيم رياضة، سوق، مؤسسات حكومية، كل هاد وارد يكون اليوم إيجابي وحاول تقدم عليه. انتبه فقط مالياً بوجود الزهرة في برج العقرب. مولود برج الحوت اليوم هو اللي عم بيناقش بالأمور المالية، والحقيقة الأمور المالية جيدة، بس المشكلة المصروف عم بيكون كتير، وإذا قعدت هيك بنظرة خلال العشر أيام الماضيين رح تكتشف أنه أنت صرفت كتير وأكثر مما يجب. هلا هذا طبيعي على كلين، يمكن عدخول الشتوية بتصير بدنا 100,000 قصة للتبه والنظمة، بس ما بيمنع أنه أنا حذرك مثلا من الإسراف، هذا دوري على كلين وأنت دورك أنك تسرف، هذا الطبيعي. كل عام وانتم بخير. مواليد اليوم مواليد 14 اللي أنا بتمنى لهم السعادة والهنا والخير، شخص لبق لطيف دبلوماسي محب جدا لمن حوله. هلأ نحن بنسميه الكائن الساحر الساخر لأنه كتير محبوب ومرغوب وطيوب ومحبوب من الآخرين، وساخر ومرح ومتفائل وعنده عين دائما عم تلمع، يصلح لأن يكون كاريكاتوري أو ممثل هزلي، لأنه حدا بيحب الفن. أنا أصدقت وبيحب الفن اللي له علاقة بالمرح بالمرح على كلين. مشكلته أنه ما بيوضع هدف قدامه، فبتروح جهوده ما كتير بإنجاز، مطلوب من الآخرين، من الأشخاص اللي بيته مفتوح دائماً للاستقبالات. سنة جيدة أنا بعتبرها لترقية لسفر لارتباط إذا على بالك، يعني أنا بعتبر المتبقي من السنة مفرح بالنسبة لألك بشكل جدي، لأنه ممكن تتغير شيء بحياتك. هلأ أنا أرجح أنه عملي أو شخصي اللي هو عاطفي، أنت شو متمني بقى؟ يجعل أيامكم سعيدة.